من جهته فاز اتحاد بالعباس على ضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة هدف دون رد سجله سوغار بعد استغلاله كرة مرتدة من ركلة جزاء في آخر أنفاس اللقاء. وبهذا الفوز تنفس الفريق العباسي قليلا وغادر المرتبة الأخيرة رافعا رصيده إلى النقطة 29 ومستغلا خسارة أولمبي لمدية الذي أصبح متدينا للترتيب. عبد الكريم عاشور. احنا شوف احنا نحترم المدرب، نخليه الناس تخدم، ماشي ندور في ثلاث فرق ومن بعد بالسبان باش نجيب حقي. انا ما نجيبش حقي بالسبان، يا كره جميله يا كره مليحه وخلاص سيتو. هاد القتاليه اللي داروها اللعابه اليوم غادي نديروها في الثلاث مقابلات اللي باقيه ان شاء الله يا رب. اسمع لي مليح وانا نقول لك 2019 2020 اتحاد بالعباس في القسم الوطني الاول ممتاز. هو صراحه لا الجمهور اي الفوز، لا ستاف تكنيك، لا ستاف ادمنستراتيف، لا الجواره، كاع قلنا عقدنا العزم باش نفوزوا. الحمد لله اليوم هذا الجمهور دخلناهم للديار فرحانين. اليوم ربي وفقنا وين سجلنا في الدقائق الاخيره. الحمد لله نشكر كاع صحابي اللي ادينا مقابله بطوليه، نشكر هذا الببليك اللي جا ساعدنا. الحمد لله قلنا غادي نكملوا فيها جيسكو بو، اون لاشي غيان ان شاء الله.